مهندس ماهر عبد العاطي، المدير التنفيذي لمشروع 30 مليون بيضة بالخنكة، محافظة القليوبية. هذا المشروع مكون من أربع محطات، ثلاث محطات إنتاج ومحطة تربية. محطة التربية بتشيل 50,000 كتكوت وبتتربى هناك وبتاخد كل تحصيناتها وكل المعاملات البيطرية بالنسبة لها، في لحين أنها يتم نقلها لعمر الإنتاج. عمر التربية بتبقى 120 يوم بيتم نقلها في محطات الإنتاج. محطات الإنتاج ثلاث محطات، كل محطة اثنين عنبر، كل محطة بتشيل 45,000 طائر بمعدل 135,000 طائر للثلاث محطات. هذه المحطات بتنتج، لو أنا شغال بكامل طاقتي، بتنتج 4,000 طائر في اليوم، طبق بيض، 4,000 طبق بيض إنتاجي في اليوم. بيتم خروجهم في نفس اليوم، بيتم خروجهم من المشروع في نفس اليوم. بنخدم المحافظة وبنخدم محافظة القاهرة جنبينا ومحافظة الشرقية جنبينا. حضرتك هذا المشروع بيتم المعاملات البيطرية حتى يكون المنتج بتاعنا آمن واللي بياكله مطمئن من أكله. البيضة بتاعتنا بتختلف عن أي بيضة من البيض الخارجي، لأن إحنا معاملاتنا كلها نباتية. هذا المعاملات النباتية يعتبر بيض أورجانيك. البيض دوا لو أنت حضرتك كسرت بيضة مش هتشم، هتتمنى إن الواحد يأكل البيضة من غير ما تتسلق، لأن لها معاملات خاصة، وبحيث إن البيض بتاعنا يبقى له ميزة خاصة في التوزيع. التوزيع بيتم على ثلاث محافظات. إحنا ما بيبقاش عندنا طبق بيض، أو إلا إذا مثلا فائض بيتم برضو توزيعه في تاني يوم. Thank you.